أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرا لأنعمه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي باركنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علموا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربه أن يرحمك وإن عدتم عدنا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وما كنا مغذبين حتى نبعث رسولا وإذا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد
نمد وبالوالدين إحسانا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا. المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا ولا إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم
وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماء وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إنه